اسمي تشانغ إيمو. في الحادية عشرة من عمري تعلقت بالكونفو في سن السادسة، رغم أن البعض يرى أن الفتاة التي تمارس الكونفو غير لطيفة. مرحبا بكم، اسمي غوري، أمارس الكونفو. اسمي تشانغ جالين، عمري 11 سنة. عندما أمارس الوشو أشعر كأنني بطل في رواية. اسمي شين يون هوي، سيقوم المعلمان هوانغ ووانغ بتعليمنا دفع الأيدي. تاي تشي دفع الأيدي هو نوع من الوشو الصيني التقليدي. لممارسة دفع الأيدي دور كبير في غرس الشجاعة لدى الطفل ومواجهة التحديات بكل جرأة. سنصبح أقوياء جدا بعد إتقان ممارسة دفع الأيدي. ادفع اليد بالدائرة الرأسية هكذا مرة أخرى. حسنا، اضغط على يده باتجاه فخذي، وبعد ذلك امسك كوعه بيدي واخيرا ادفع بعيدا. حسنا، هكذا ادفع. واحد اثنان ادفع الكتف. واحد اثنان. اليوم نتعلم حركة دفع اليد على شكل رقم 8. خلال هذه الحركة يقوم المتدرب برسم شكل 8 بالإنجليزية هكذا. حرك بطن الكف لأسفل ثم لأعلى، وحافظ على توازن الجسم أثناء تحريك اليد. الآن لنتدرب على هذه الحركة معا. استديرة، افتح القدم اليسرى إلى الخارج، ارفع اليدين واثني ركبتيك. لنتقدم خطوة بهذا الشكل، حرك الكف لأسفل واقلبها وحركها لأعلى، ثم ارجعها لرسم شكل 8 هكذا. حسنا، مرة أخرى. بعد ذلك تقدم خطوة وكررها باليد الأخرى، حرك الكف لأسفل واقلبها مرة أخرى. رسم رقم 8 باليدين اليمنى واليسرى. بعد ذلك ارجع اليد. حسنا، استدر لنكررها. افتح القدم اليسرى إلى الخارج، ارفع اليدين واثني ركبتيك. تقدم خطوة وبعدها قم بتحريك الكف لأسفل، ثم اقلبها هكذا، ارجعها. حرك الكف لأسفل مرة ثانية، كررها باليد الأخرى. حسنا، الكف لأسفل مرة أخرى. نرسم رقم 8. حسنا، ارجع قدمك إلى وضع الاستعداد. أيها المتدربون، تعلمنا دفع اليد على شكل رقم 8، والآن نقوم بالتدرب عليها في أزواج مع المعلم هوانغ. استديرة، افتح القدمين، ارفع اليدين واخفضهما مع ثني الركبتين. حسنا، وضع الاستعداد. حرك الكفة لأسفل واقلبها لرسم شكل رقم 8 هكذا. حسنا، مرة، مرة ثانية وثالثة. بعد ذلك تقدم خطوة، كرر الحركة باليد اليسرى، حرك الكفة لأسفل واقلبها لرسم رقم 8. حسنا، قف هنا، ارجع يدك. تقدم خطوة للأمام، تداخل الأيدي، حرك الكف لأسفل ثم ارجع إلى الكتف. هذه الحركة تهدف إلى تبديد قوة الخصم، علينا أن ننتبه لذلك. تقدم خطوة وكرر الحركة.
حسنا، استمر. يجب عليك أداء الحركة بشكل سلس ومرن. عندما يضربك الخصم قم بتبديد قوته. حسنا، ارجع إلى وضع الاستعداد. تكتف حركة دفع اليد على شكل ثمانية إلى تبديد قوة الخصم، وتستخدم كثيرا مع الحركات الأخرى لتفادي الهجمات. مرة ثانية. لنتعلم معا كيف نستخدم حركة دفع اليد على شكل رقم ثمانية. حسنا، تداخل يدين. نستخدم حركة دفع اليد على شكل ثمانية لتفادي هجوم الخصم. مثلا بعد دفع اليد بالدائرة الأفقية وقيام الخصم بدفع صدرك، فإذا عجزت عن التخلص منه اخفض الكوع واضغط على يده لأسفل، وفي الوقت نفسه ادفعه بعيدا. حسنا، مرة أخرى. عندما يدفعك الخصم اخفض كوعك ثم ادفعه. حسنا، تداخل يدي. ابدأ أنت بالهجوم. دفع اليد بالدائرة الأفقية، ادفع. أثناء عملية التدريب علينا أن نستجمع القوى عند الدفع. نتمرن على دفع الأيدي مع المتدربين وللعلم فإن حركات دفع الأيدي بسيطة وهي أكثر سلامة مقارنة مع الأنواع الأخرى. كما علمتكم، عندما يدفعك الخصم بقوة في صدرك ولم يعد بإمكانك أن تتخلص منه، فما عليك سوى أن تخفض كوعك لأسفل لتغيير اتجاه قوته، ثم تحاول أن تدفعه بعيدا باستخدام حركة الدائرة الرأسية. حسنا، استديره. تداخل يديك. الدائرة الأفقية. عندما يدفعك الخصم صده بالدفع على شكل ثمانية ثم ادفعه بالدائرة الرأسية. حسنا، تداخل يديك. مرة أخرى. حسنا، الدائرة الأفقية. عندما يدفعك الخصم استخدم الدفع على شكل ثمانية. تداخل يدين. حركة الدفاع ليست فعالة. الآن جاء دور المتدرب الآخر. ابدأ. حسنا، مرة أخرى. ابدأ. دفع اليد على شكل ثمانية، ادفع.
لممارسة دفع الأيدي دور كبير في تحسين اللياقة البدنية، ونشجع الأطفال على مواصلة التدريبات لإكسابهم الشجاعة. ومع مرور الوقت يتعود الطفل على مواجهة الصعوبات بكل شجاعة، وذلك بفضل دفع الأيدي. حسنا، لنتعلم الآن حركة الإمساك والدفع مع الانسحاب خطوة. تتألف هذه الحركة من الإمساك والدفع على هذا النحو، وندفع بقوة باستخدام باطن الكف، ندفع للأمام هكذا، ندفع بقوة للأمام. حسنا، لنتعلمها. افتح القدمين، ارفع اليدين واخفضهما مع ثني الركبتين، تقدم خطوة. واحد، اثنان، استدر. واحد، اثنان، حسنا. واحد، اثنان، أدر جسمك قليلا. صحيح. حسنا، حرك اليدين وتراجع خطوة. واحد، اثنان، ثلاثة. أيها المتدربون، قد تعلمنا حركة الإمساك والدفع مع الانسحاب خطوة مع المدرب خوان، والآن نمارسها في أزواج مستديرة. تداخل الأيدي. بعد التداخل، رد ذراع الخصم اليمنى بيدك اليسرى وامسك بيدك اليمنى إبطه. حرك يد الخصم اليمنى إلى اليمين وادفعه بعيدا. حسنا، تقدم خطوة. استمر، رد، امسك، ادفعه بعيدا. أثناء التدريب على حركة الإمساك والدفع، قم بتفادي دفع الخصم وتغيير اتجاه هجومه، ثم امسك إبط الخصم مع التراجع خطوة واسحبه للخلف وادفع ظهره. واحد، اثنان، واحد، اثنان. الإمساك والدفع مع التراجع خطوة واحدة من إحدى حركات القتال الفعلي. أعزائي المشاهدين، آمل أن تكونوا قد استمتعتم معنا بحركات دفع الأيدي التي قدمها المدربان خوان ووان.